بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. نكمل مع بعض كتاب ويلز. خلصنا شابتر التروما، بدأنا في شابتر كورني، معذرة على التأخيرات، لكن يعني هدفنا إن شاء الله نخلص. أوقات باخد بس وقت في التحضير لأني بحاول أفهم كل المكتوب كويس، بحيث إن أنا لما أوصل ما أوصلش حاجة غلط قدر الإمكان، بحيث إن شاء الله توصلكم معلومة سهلة بإذن الله. عندنا موضوع النهاردة اسمه Recurrent Corneal Erosion. واضح من اسمه ان في ريكارنس لكورنيال ايروجنز. يا ترى ايه اللي بيحصل في المرض ده؟ تعال نشوف سوا. نراجع مع بعض التكوين الكورني. احنا طبعا برضو هدفنا الناس اللي لسه بادئه، بحيث ان احنا نمشي الامور. حتى لو انت كدكتور ان شاء الله مثلا اخصائي او حاجه، الهدف ان احنا ان شاء الله نحاول نوصل لك المعلومات برضو بطريقه بسيطه، بحيث ان انت لما تشرح لزمايلنا يكون برضو الموضوع بسيط باذن الله. اول حاجه عندنا لير اسمها الابيثيليوم، بعدها حاجة اسمها البومن لير، قلنا ان هي مش ممبرين حقيقي، ان هي عبارة عن كوندنسد ستروما. بعد كده عندنا الستروما، ده معظم لير بتاعة الكورنيا، بعدين ديسمت ممبرين، وبعدين عندنا حاجة اسمها الاندوثيليوم. طيب مش هنتكلم عن النهاردة على تفاصيل، الا على تفصيلة الابيثيليوم بتاعنا. الابيثيليوم بتاعنا عبارة عن اول حاجة عبارة عن بيزمنت ممبرين. البيزمنت ممبرين ده مش هو البومن ممبرين، لا، في تحته هنا حاجة اسمها البومن ممبرين، فما تلخبطش الاتنين مع بعض. عندنا حاجة اسمها بيزمنت ممبرين، في حاجة اسمها بومن ممبرين. بيزمنت ممبرين ده اللي بيطلع فوقه بقى الخلايا. هو احنا بالنسبة لنا الكورنيا بما انها مكان اكسبوز، فبالتالي منطقي ان يكون نوع الابيثيليوم بتاعنا النوع القوي، ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. وعشان يكون كلير ميبقاش اوبيك، فبقى ربنا عامله نون كيروتينايزد. بالنسبه لنا لو انا قلت لك ارسم لي او اعمل لي حاجه اسمها ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، بتلاقي اول لير طبعا اللي هي اسمها بيزل لير، ده عباره عن كولامنر سيلز. بعد كده بولي هيدرال سيلز كده، مجموعه مختلفه كده، مجموعه مره او اتنين، او بيسموها حاجه اسمها وينج سيلز. وبعدين يبدا فوق خالص يبدا يتكون عندنا اللي هي اللي اسمها السكويموس سيلز، ودي بتاعتنا اللير الاخيره اللي هي سوبرفيشال ليرز. خلاص عندنا بيزل سيلز، وبعدين وينج سيلز، وبعدين سوبرفيشال سيلز. طيب ايه الفكرة بقى اللي احنا عايزينها النهاردة في القصة ديت؟ ان احنا عندنا الابيثيليوم، اول سؤال عايزين نسأله نفسنا، هو كان ريجنريت ولا لا؟ يعني لو اتقطع يتجدد؟ طبعا يتجدد. ليه؟ لان احنا عندنا حضرتك لو السوبرفيشال لير دي باظت، بتبدأ اللير اللي تحتها البيزل لير دي بتتجدد، وتبدأ يحصل لها ديفرنشيشن وتطلع وتكون الجزء ده. فبالتالي ده بيحصل، يعني ينفع يحصل لها ريجنريشن. طب المعلومة التانية، لو انا عندي البيزل سيلز دي باظت، احنا عندنا ربنا خلق لنا عند الليمبس، عند الليمبس خلايا اسمها ستيم سيلز عشان تعوضها. طيب كل ده مش قصتنا، بس انا بقوله سريعا كده. المعلومه الثالثه، لو انتوا فاكرين ان احنا كان عندنا هنا في بلكسس اوف نيرفز كده جايه هنا، سموها سب ابيثيليال كده، وبالتالي لما بيحصل انا عندي ابريجن هنا مثلا في المنطقه دي، بقى النيرف ده اكسبوز، بقى النيرف ده طالع على الهواء كده، وبالتالي بيبقى في بين. طبعا في بين، وزي ما احنا فاكرين ان الكورنيا هايلي سنسيتيف، وبالتالي البين بتاع الكوني كان نوع اسمه ستيتشنج بين او بريكنج بين، كانك عامل دبوس في عين المريض. يبقى ده كلام برضو مبدئي كويس. ايه الحاجه برضو اللي احنا عايزينها لدرس النهارده بقى، عشان ما بقاش برضو كلامنا مختلف وكبير على الفاضي؟ اهو ده اللي انا عايزه النهارده، ان انا بتكلم على البيزل لير دي، اسمها البيزل سيلز. البيزل سيلز اللي موجوده هنا لازقه في حاجه اسمها البيزمنت ممبرين، زي ما اتفقنا من شويه. البيزمنت ممبرين لازقين ازاي؟ خلي بالك الخلايا مع بعضها بترتبط بكذا روابط، يعني دي حاجه اسمها سيل تو سيل جانكشنز. يعني عندنا الخلايا اصلا مع بعضها بتتربط بحاجه اسمها تايت جانكشن، عشان تبقى ماسكه في بعضها، ما تعديش فلود من ما بين الخلايا، خلاص، كنوع من حاجه اسمها تايت جانكشنز. خلاص والخلايا نفسها مع بعضها بتتوصل بتوصيلات، سواء التوصيلات دي هدفها التركيب او ان هي بالنسبه لنا تبقى لازقه في بعضها، حاجة زي الديزموسومز، يعني نص من عندك هنا ونص من عندي هنا، ونكون خيوط جنبها كده، فبالتالي يبقى دي اسمها ديزموسومز. أو عبارة عن بوابة تنقل حاجة من خلية لخلية. برضه مش ده اللي يهمنا النهارده، اللي يهمني قوي هو ارتباط الخلايا دي، الخلية دي باللي تحتها اللي هو البيزمنت تمبرين. يقول لك بترتبط الخلايا دي بالبيزمنت تمبرين بتاعها عن طريق حاجة اسمها، شايفين أهو، نص ديزموسوم، ما هوش ديزموسوم حقيقي، لا ده نص ديزموسوم، فبيسموه هيمي ديزموسوم. ده اللي بيوصل الخلايا أو بيركب الخلايا في البيزمنت تمبرين اللي تحتها. يعني للتشبيه عشان ما يبقاش موضوع صعب علينا، أهو شايفين المنظر عامل إزاي؟ أهو ده عندك زي ديسك كده مرتبط بالبيزمنت تمبرين اللي تحته. أنا بشبهها كأنها صامولة كده،
خلاص عندك انت صامولة رابطة الخلايا في اللي تحتها، فبيسموا ده كده المسمار من الناحية دي، وصامولة من تحت كده بيسموا ده هيميديزموزومز. يبقى ده normal corneal epithelial maintain its adhesion to the underlying basement membrane through complex adhesion structure which composed of hemidesmosomes, basement membrane component and structural protein. حبة بروتينات وبتاع، بس يهمنا قوي النهارده فكرة الهيميديسموسومز، حاجات صحيح كنا بنعديها في الهيستولوجي، لكن بما ان الحاجة بتبقى ليها ابلكيشن فيفرق معنى القصة دي. يا ترى في العيان اللي عنده بقى recurrent corneal erosions، عيان الكورنيا ابيثيليا كل شوية بتقع، طالما دايما في حاجة بتحصل بتتكرر تعرف ان في حاجة غلط. يعني دايما فاكرين المرة اللي فاتت قلت لكم الدكتور الشاطر يسأل ليه، يا ترى ليه الخلايا دي بتقع كل شوية؟ معناها ان انا عندي في حاجة فيها مشكلة. انت عندك عمارة كل شوية تقع، معناها البيزمنت او الاساس بتاعك مش مظبوط. بالظبط، هو الاساس عندنا فيه مشكلة، الاديجن حصل فيه ابنورماليتي بالذات في الهيميديزموسومز. تخلي بالك انت عيان ده ممكن مثلا كمثال بيكون اتعرض لتروما، الهيلينج بتاعه ما بقاش كويس. يعني انت حضرتك كان عندك خلايا كويس، بس بصراحه لما جيت جددت عملت اي كلام كرويت اي حاجه فبالتالي يبدا يبقى فيه مشكله. حاجه كمان برضو في الباثولوجي بتاعنا مهمه برضو ما ننساهاش، ان احنا بيحصل عندنا انزيمات بتطلع حاجه اسمها ماتريكس ميتالوبروتينيزس. خلاص دي بروتينات ضروريه، لما هي من واضح من اسمها ماتريكس، ماتريكس اللي هو الاماكن اللي ما بين الخلايا وبعضها، يعني كانها انترستيشال تيشو كده، بتطلع حاجه اسمها بروتينيزس، باين من اسم بروتينيزس، يعني حاجات بتاكل بروتين، حاجه تعرف لزوم النظافه. انت حضرتك انت حصل التهاب بالتالي لازم يكون حاجه بتنظف بحيث ان الخلايا لما تطلع تطلع نظيفه، فدي بتطلع الحالات دي مع الناس دي ازيد شويه من الناس الطبيعيه، يمكن بيسموها اكسسيف ميتالوبروتينيزس. خلاص يعني دي جبتها لكم من ويكيبيديا كده، ده عباره عن بروتينيزس موجوده في الماتريكس. خلاص اللي يهمني بس ان دي انزيمز كيبابل اوف ديجريدنج اول كايند اوف اكسترا سيلولار ماتريكس بروتين، يعني هي دي حاجه عباره عن حاجه بتكسر الدنيا. هتفرق معانا في ايه؟ يعني هنبقى عارفين ان احنا في بعض الناس اللي عندهم ريزيستنت كورنيال ايروجن، ريزيستنت ريكارنت كورنيال ايروجن، يعني ما بتخفش بالادويه العاديه، ان احنا لو ادينا دواء يعمل انهبيشن للماتريكس ميتالو بروتينيزز ده ممكن يساعد معانا في الالتئام. زي مين؟ زي المواد اللي اسمها تترا سايكلين، او البديل بتاعه اللي احنا بقينا بنستعمله شويه الاقل منه ضرر اسمه دايكوسي سايكلين. يبقى نتكلم عليه، بس بالمره بحاول ان انا كل ما نيجي نبدا في الحاجات اللي هتنفعنا ان شاء الله قدام واحنا بنشرح الدرس. طيب يبقى الباثولوجي تاني ايه اللي حصل؟ قال لك والله العيان ده خلي بالك ممكن يكون سبب الباثولوجي اللي عنده حاجه من الاثنين، يا اما انجري يا اما حاجه تانية. خلينا نقولها واحده واحده كده. الايتيولوجي بتاع ريكارنت كورنيال ايروجن، العيان اللي عنده ريكارنت كورنيال ايروجن، قال لك خلي بالك احنا عندنا نوعين، نوع اسمه برايمري ونوع اسمه سكندري. يعني ايه برايمري؟ يعني العيان ده عنده حاجه اصليه موجوده في الكورنيا بتاعته بتخليه يحصل له ريكارنت كورنيال ايروجن، يعني حاجه انترنسك حاجه داخليه. او في حاجه اسمها سكندري، يعني العيان ده اتعرض لحاجه من بره خليته يحصل له ريكارنت كورنيال ايروجن. مش فاهم، تعال نفهم واحده واحده. برايمري يعني ايه؟ بيقول لك البيزمنت ممبرين كومبلكس، اظن فاهمين بقى الكلمه دي يعني ايه. يعني البيزمنت ممبرين والهيموديزموسومز اللي مركبه الخلايا فيه ديت في ابنورماليتي انترنسيك او جينيتيكالي ميدييتد. زي من الاخر كده تفتكر برايمري اللي عنده حاجه اسمها ديستروفي، عنده مشكله في القرنيه اصليه في القرنيه، وبالتالي مش العيان ده مستني ضربه تحصل له عشان يحصل له ريكارنت كورنيال ايروجن، حضرتك من نفسه بيبدا يحصل له ريكارنت كورنيال ايروجن. خلي بالك برضو احنا لما نيجي نفكر خلينا نفكر برضو بعقل، دايما اللي تتخيل ان هيحصل ريكارنت كورنيال ايروجن هتقول لي لازم يكون ديستروفي بيأثر على السوبرفيشال ليرز اوف ذا كورنيا مش الديب لير اوف ذا كورنيا. فعشان كده بتلاقي مثلا اشهر حاجه واكتر حاجه مشهوره ان يكون العيان ده عنده ابيثيليال بيزمنت ممبرين ديستروفي، او حاجه في البوم ممبرين ديستروفي زي حاجه اسمها ريسباكلر ديستروفي، واضح ان هي سوبرفيشال، او حاجه سترومال بس برضه بتاثر على الجزء السوبرفيشال زي لاتس ماكولار جرانولار. بس اشهر واحد بيعمل لنا ريكارنت كورنيال ايروجن من الاسترومال، عشان ما حدش يلخبط الدنيا بس مع بعضها، من الاسترومال هو ده اللاتس. لكن طبعا ده اشهر واحد، الابيثيليال بيزمنت ممبرين ده هيكون اشهر واحد يعمل لنا حاجه اسمها ريكارنت كورنيال ايروجن. لكن لو احنا استقلتك في الاسترومال هتقول لي اللاتس.
بسرعة عشان بس ما ننساش برضه الدنيا، بحاول ان انا يعني ندخل الامور في بعضها عشان برضه ما نبقاش احنا بنشرح حاجة وانت مش فاهمينها كويس. ده الانتيريور ابيثيليال بيزنت برين ديستروفي، يبقى احيانا حاجة عاملة زي الفينجر لايك برينت كده، حتة تلاقيها في الكورنيا خفيفة وانت تفكر ان عنده شوية دراينس ولا حاجة، شايف المنظر؟ حاجة عاملة زي الخريطة كده، او حاجة عاملة زي الدوتس كده بيسموها ماب دوت او فينجر برينت. خلاص كل الحاجات دي دايما دايما يعني، طبعا لو حاجة واضحة كده هتبقى باينة، لكن احيانا تبقى بالحاجات الخفيفة دي قوي، فدايما يقول لك تبقى موستلي اوفرلوكت كده، وانت معدي بتفحص الكورنيا بتلاقي نفسك مش واخد بالك. يعني في ناس عارف ان هو مركز على الكاتركت بس فيفقد الحاجات اللي في الكورنيا، فلازم تخلي بالك بس من القصص دي كويس قوي. ريس باكلر بقى ده هتلاقي فيه زي سكارين كده على مستوى البوما ميمبرين، خلاص اهو عامل زي بيكون خلية نحل كده، نقط منقطة منقطة بس على مستوى، يعني تلاقي الابيتيليوم بتاعك سليم وتحته هتلاقي فيه اوباستي، ده اسمه ريس باكلر ديستروفي. برضه كل الحاجات دي اكيد هتجيلنا في الطريق ان شاء الله. وده الاسترومال ديستروفي، ده اللاتس. اللاتس عامله زي الشبكه كده، كلمه لاتس معناها شبكه، خلاص هتلاقي حاجه عامله زي الشبكه كده، ده بيسموها اهو شايفين المنظر ده، ده بيسموه لاتس ديستروفي، وده قلنا اشهر واحد ممكن يحصل من الثلاثه دول، يحصل له ريكارنت كورنيال ايروجن. جرانيولر واضح ان هو جرانيولز كده، وتلاقي المسافات اللي ما بينهم فاضيه، شايفين المنظر؟ على عكس الماكلر ممكن تلاقي دوائر بس تحس المكان الانترفيننج سبيس او تلاقي الفراغات اللي ما بينهم تلاقيها اوبيك شويه، يسموه ده سترومال ديستروفي. بتاني هنتكلم على حاجه اسمها الاثيولوجي، رحنا على حاجه اسمها برايمري، قلنا دي حاجات اصليه، خلاص حاجات اصليه في الكورنيا دي مخليها ضعيفه الصراحه، بيحصل لها ريكارنت كورنيال ايروجن. ممكن اسالك سؤال، العين اللي عنده ديستروفي تتوقعه ده حاجه جينيتك حاجه وراثه، هتلاقي الموضوع ده يوني لاترال ولا باي لاترال؟ اتوقع ان هو باي لاترال، فاظن ان انا لو قلت لك المعلومه دي هتقولي سهل قوي. البرايمري تايبس تند تو بي باي لاترال سيمتريكال، وتلاقي مالتيبل كورنيال لوكيشن، ما حضرتك الكورنيا كلها فيها مشكله، فتلاقي حته ايروجن هنا وتلاقي حته كورنيال ايروجن هنا، فعايز يقول لك ان انت لو لقيت عيان عنده باي لاترال ريكارنت كورنيال ايروجن لازم تفكر في ديستروفي. يبقى تاني ده البرايمري. طب تعالى على السكندري، السكندري يعني حاجه من بره، طبعا اشهرهم على الاطلاق هي دي اشهر حاجه هتقابلها في حياتك اللي هو التروماتيك ابيثيليال ايروجن. يعني العيان يقول لك والله انا من سنتين كان حصل لي فعلا ابريجن، كان حد خربشني، كنت اتخبطت في حاجه في عيني، خلاص ده الموست كومن كوز. ممكن حاجات تانية من انواع الديجنريشن سيلز مان، حاجات لو انت مش عارفها قوي مش لازم دلوقتي، هيربيتك بعد بكتيريال الالسر، بروين جلاندز فانكشن، عندي حبه دراينس، عندي دايابيتس، كل عامل عمليه قبل كده، كل الحاجات دي بتخلي عندها عرضه يحصل له، بس ما تنساش التروماتيك. خلاص يعني عايزك تبقى في بالك حاجه كويسه قوي، تفتكر التروماتيك، خلينا في التروماتيك بالذات، هيبقى يوني لاترال ولا باي لاترال؟ تقول لي يوني لاترال غالبا صح، فتلاقي عندك عيان بيحصل له ريكارنت كورين ايروجين يوني لاترال، افكر في تروما حتى لو العيان مش فاكر قوي، اتخيل ان ممكن يكون سببها تروما حتى لو قديمه شويه، لكن لو لقيته باي لاترال لازم تفكر في البرايمري كوز اللي هو الديستروفيس. يقول لك في يعني خطا شائع كده ان احنا عندنا كونسبت ان دايما الناس اللي بيحصلها ريكارنت كورنيال ايروجن العيان اللي اتخبط بالضافر، يعني عارف لو ورقه ما تعملش، يعني الناس كانت مفكره كده الضافر هو اللي بيعمل ريكارنت كورنيال ايروجن، قال لك لا ده مش صح، وبالذات بقى لو البيبي هو اللي مخربش مامته بقى، فتلاقي الموضوع يحصل ريكارنت كورنيال ايروجن، لا بصراحه مش للدرجه دي. خلاص يعني اقصد ده حاجه خطا مش حاجه صحيحه يعني. طيب تفتكر العين يشتكي من ايه؟ هتقولي العين حصله ريكارنت كورنيال ايروجن، فهتلاقي ريكارنت اتاكس منطقي اوف ابريشنز. الابريشن الشكوى بتاعتنا تبقى عامله ازاي؟ فاكرين كنا دايما نقولها كده، بين ثلاث ريفلكسات، ديكريز اوف فيجن خاصه لو في السنتر، وريدنس. هو ده اي اعراض كورنيال، اي حاجه في الكورنيا اكيوت هتلاقي منظر عامل كده، بين نوع ايه؟ ستيتشنج بين صح، وهنا كده باكيوت اوكولار بين، بس لو انا حبيت اقول لك قول لي نص الصفحه هنا تقول لي ستيتشنج بين. اشمعنى ستيتشنج بين؟ عشان الكورنيا هايلي سنسيتيف. السؤال التاني لو قلت لك هتلاقي العين ده بيتوجع زياده لما يرمش، ليه لما يرمش؟ حضرتك لما بيعدي الليد على المكان اللي فيه ابريجن بالتالي الجفن بيحك في الـ في الـ في النيرفات، فبالتالي يحصل لي بين، فبينكريز بال الموفمنت بتاع الليد. الحاجه الثالثه حضرتك العين ده معناه انه هيقفل العين عشان ما يقفلش ويفتحها كل شويه يتوجع، فبالتالي يحصل له حاجه اسمها ريفلكس بليفاروس باز، وبيحصل له كمان فوت فوبي، بيحصل له حاجه اسمها لاكريميشن، وممكن يحصل ديكريس فيجن طبعا لو الجزء اللي حصل له ابريجن ده في النص، ويحصل له ريدنس طبعا ممكن يحصل له. خلاص بس ايه المميز هنا بقى؟ يعني ايه المميز؟ هتقولي ريكارنت طبعا، هقول لك معاك حق،
طب لو جاي لك دي اول اتاك هتعرفها ازاي؟ يقول لك العين ده مميز قوي ان بيحصل له الوجع ده اول ما يصحى من النوم. لازم تبقى عينك، انا اسف، عينك وودنك اهم حاجه، وانت بتسمع الهيستوري العين يقول لك انا بصحى الصبح عيني توجعني. فانت بتساله الوجع عامل ازاي، بس تخلي بالك قوي من الكلمه دي، الصبح بفتح عيني يقول لك انا بفتح عيني كاني بفتح على حجاره كده، كان عيني حاجه بتتقطع فيها. هو ده بالظبط، عيان بيصحى الصبح موجوع او احيانا عينه بتوجعه وهو نايم. ازاي؟ ما حضرتك احنا فاكرين حاجه اسمها رابيد اي موفمنت، العين بتتحرك وانت نايم برضه، فبالتالي برضه ممكن العين ده يحصل له جرح كده في الكورنيا وهو نايم، وده مهم جدا جدا جدا. طب اشمعنى بالليل؟ والله في كلام، قعدت اقرا كتير عشان اوصل لحاجه مهمه، امريكان اكاديمي، اوكسفورد، ويلز، كانسكي، ما لقيتش كلام مكتوب فيهم واضح، لكن اللي لقيت فيه كلام واضح حبه بيبرز كده، فقلت لكم هقول لكم الحاجتين اللي مكتوبين يعني. اولا وده السهل قوي، ده التفسير السهل اللي انا مقتنع بيه قوي، بس مش هقول مقتنع بيه عشان هو، بس انا مقتنع بيه عشان هو سهل، سهل اشرحه. يقول لك العين بالليل دموع فيها اقل، كويس، يعني هيحصل نكتيرنال دراينس، فبالتالي انت متخيل كده ان انت عينك نشفت، وبالتالي الليد لازق في الابيتيليوم بتاع الكورنيا دايركت، مفيش فاصل ما بينهم حاجه لوبريكنت، فانت متخيل العين ده عينه عامله كده لازقه الجفن في العين، فبالتالي اول ما بيحرك عينه تبدا العين تنجرح ويحصل له الايروجنز. وصل كده؟ اظن دي سهله قوي ومنطقيه جدا جدا جدا، وحتى لما بتشرحها للعيان يبقى واضحه. عشان كده بنقول للعيان لو سمحت اول ما تصحى الصبح ما تحركش عينك، ما تفتحهاش بسرعه، حاول تحرك عينك بالراحة يمين شمال بالراحة قوي، بحيث ان انت كأن انت ايه بتحاول تجدد الدموع اللي فيها عشان تبدأ تتكون الامور كويس. في نظرية تانية اصعب شوية، يعني يقول لك ايه ليها علاقة بايه، ان انت بالليل الجفن مقفول صح، فبالتالي في ايفابوريشن للتيرز ولا لا؟ مفيش ايفابوريشن للتيرز، فبالتالي المية اللي موجودة في التيرز، مش قلت لنا من شوية ان هي مية اصلا مش موجودة؟ خلونا نعدي دي نظرية ودي نظرية تانية خلاص، أو ممكن يكون نفس النظرية بس أنا مش قادر أوفق ما بينهم. أنا ده يمكن من الحاجات اللي أخرتني عشان أقول المحاضرة، عشان أنا بحاول أوصل لأحسن حاجة ممكنة. يقول لك إن الدموع دلوقتي أهي موجودة، كمية مش كبيرة بس خلينا أقول إيه إن عندنا في دموع، في إيفابوريشن لأ، إيفابوريشن ليها لأ، لأن دلوقتي الجفن مقفول، بالتالي كمية الملح اللي فيها بالنسبة لكمية المية، لا حضرتك المية بقت كتيرة والملح بالنسبة لنا بقى كأنه كميته قليلة، يعني نسبة وتناسب. وحضرتك في الجو العادي ان المية بتتبخر منها شوية، وبالتالي التونستي او كمية الملح اللي موجودة في تيرز متوازنة مع المية، لكن دلوقتي المية اكتر من الملح، فبيسموا ده العين عندها هايبو تونستي اوف ذا تيرز، بالتالي انت عندك مية كتيرة. مين الموجودة؟ اهي دي سوبرفيشال لير اوف ذا كورنيا، وهنا ميه كتيره، فمنطقي ايه اللي يحصل؟ الميه تدخل جوه الخلايا، وبالتالي يحصل ايه للمنطقه دي؟ تتملى ميه، الابيثيليوم يتملى ميه، فيحصل لك سوبرفيشال ابيثيليال اديما. طيب تخيل كده معايا الجفن اهو، معلش تخيل معايا المنظر يعني ايه عشوائي شويه، ده الليد ودي الكورني ودي طبقه الدموع. يقول لك طبقه الدموع حضرتك عملت ايه هنا؟ عملت زي ما يكون توتر سطحي، خلاص العين مقفوله، بالتالي انا عندي حاجه اسمها سيرفس تنشن اوف تيرز، عندي حاجه اسمها توتر سطحي. ادي الكلام بتاع الفيزياء الصعب ده، بقوله كلام صعب، وانا حتى لما هشرحه ممكن ما تبقاش تاخده 100% برضو المعلومه تبقى دقيقه 100%، بس يعني ده اجتهاد الشخصي يعني على قد ما فهمت. فبيقول لك تعمل، عارف كانك انت عامل اسمنت كده، عامل ايه لازقه ما بين الليد والكورني، وخلي بالك الابيثيريال سيلز ما هياش ابيثيريال سيلز سليمه، ده ابيثيريال سيلز ادمتس، يعني من الاخر كده كانك ناقع حب ايدك في ميه، فبالتالي شايف ايدك لما بتطلعها بتلاقيها عامله ازاي، لونها مبيض، حضرتك بقى فيها حبه ميه، فبالتالي تبقى سهله لو حاجه لزقت فيها سهله تتمزع. فيقول لك كده العين ده التوتر السطحي شبك لزق ما بين الليد وما بين الكورنيال سيلز، وبالتالي اول ما انت تيجي تحرك الجفن بتاعك تفتح عينك تبدا كل ده يتحرك كيونت واحده التير بالابيثيليال سيلز، وبالتالي يحصل لك ريكارنت كورنيال ايروجنز. يعني اتوقع وصلت المعلومه. طيب يبقى ده اتكلمنا بس ان العين ده بيحصل له ريكارنت اتاك الصبح بدري، دايما اخد بالي القطها من العيان كويس قوي.
يا ترى ايه الساينس؟ هتقول لي سهله، هلاقي العين ده عنده كورنيال ايروجنز. صح لو جاي لك حالا، لكن هو حصل له ده الصفح وجالك اخر يوم في العياده، فبالتالي كانت عينه خفت، فبالتالي ممكن ما تلاقيش ابيثيليال ديفكت، ممكن تلاقي ابيثيليال ديفكت ياخد بوست في السين، لكن ممكن تعيش كده تلاقي العين ده خف، يجي لك كومبليت هيلينج خلاص. لكن احيانا لما بتيجي تصبغ فلوريسين تلاقي عندك هنا، شايفين، تحس ان هو محدد ان المكان ده مش سليم قوي. اه الحته دي ممكن يكون نقول عليها ايروجن، لكن شايفين المكان ده تحس كده ان الفتير فيلم، انا اسف، الفلوريسين مش يعني لو انت غسلته تحس ان هو في مكان، عشان الكورنيا لسه اللحمه نفسها بتلاقي حته عاليه وحته واطيه لغايه ما يحصل لها حاجه اسمها ريمودلينج، بالتالي تبدا تلاقي المكان مش واخد، شايف، لوكالايز irregularity اوف and mobility of the corneal epithelium. خلينا نقول localized irregularity، تلاقي حتة مش مظبوطة، شكلها مش مظبوط. خلي بالك ممكن في بعض الناس دول تلاقي الخلايا دي لو انت جبت سبونج وحطيت عليه حبة تتراكين عشان ما توجعش، او بينوكس او حاجة، تيجي تحطه على المكان ده، المكان هنا كده، تحس ان الخلايا بتتحرك معاك كده شوية، وزي ما قلنا ممكن تلاقي بوزيتيف ستين او نيجاتيف ستين. طبعا لو في ابريجن هتلاقي بوزيتيف ستين. طيب بيقول لك خلي بالك ان العين ده ممكن epithelial change may resolve within hours of onset، عشان كده لما بيجي لك العيان ممكن ما تلاقيش عنده حاجه. امال انا اعرفه ازاي حضرتك؟ من الهيستوري، الهيستوري واضح ومميز، بيحصلش مع حاجه تانية. موضوع الوجع اللي بيجي الصبح عامل زي عارف اللي هو ايه، غير الوجع اللي هو بتلاقي عيان بقى السكليرايز والحاجات دي وعينه حمراء، باين ان هي حمراء قوي وفي الم شديد وده الاي كينج. لا ده غير ده، ستيتشنج بين. اول ما اقول لك ستيتشنج بين تفتكر دايما الكور، شايفين الفيلنج ديفكت، تحس كده ان الفلوريسين مش عارف ياخد حته كده على بعضها. في كده عالم عمل كلاسيفيكيشن قال لك ان احنا احيانا كورنيال ايروجن بيبقى عباره عن حاجه من الاثنين، يا اما ماكرو فورم يعني حته كبيره كده تلاقي فيها الابيثيليوم لوز شويه، شايفين الحته دي واضح ان هي لوز، يعني لو انت هتلاقي العين ده تيجي تحرك الجفن كده على الحته دي تلاقي تحس ان المكان ده بيتحرك حتى لو انت ما استعملتش سبونج، يعني تلاقي المكان ده بتحس ان هو الابيثيليوم بتاعه لوز كده، عامل زي ما يكون شيت قدامك بيتحرك بيقع، وحته واخده فيها ايه ستين، او تلاقي عباره عن نقط بيسموها مايكرو فورم، البريكس صغيرة شوية، يعني بنقول يعني أكيد منطقي إن ده هيوجع أكتر، ده هياخد وقت أطول في العلاج، ده أقل منه شوية. طيب عايزين نفرق، إزاي أفرق ما بين البوست تروماتيك والأذر باثولوجيز؟ اتفقنا مع بعض، بعرف الكلام ده بالهيستوري. من الآخر كده عايز أقول لك، هل هو بوست تروماتيك ولا هل هو ديستروفي؟ هتعرف منين؟ من الهيستوري هعرف هو ريكارنس عامل إزاي؟ الموضوع ده في يونيلاترال ولا باي لاترال؟ هيفرق معايا. طب خلي بالك بقى بالاكزامينيشن، بيقول لك لو سمحت ما تنساش تفحص العين التانية، بس خلي بالك العين بيجي لك، عارفين دايما انت بيحصل معاك كده الموقف ده في العياده، العين بيقول لك عين الشمال بتوجع لي، تيجي تبص على العين اليمين تلاقي بيتخانق، بقول لك عين الشمال، ايوه انا فاهم حضرتك، انا عايز لازم افحص عينيك الاثنين خلاص. انا احيانا تجنبا للمواقف دي بفحص عينه الشمال الاول وبعدين عينه اليمين عشان يبقى مطمن خلاص، بس اهم حاجه ما تنساش تفحص العين التانية. بيقول لك لازم تفحص كيرفول اكزامينيشن اوف ذا كونترالاترال اي، عشان دي اللي هتبين لك الدنيا، حاجات تبقى ساتل صغيره كده وما تشوفهاش. ولا خلي بالك انت عارف بعض الديستروفيز ما بتاخدش بالك منها غير لما توسع العيان وتشوف الموضوع ده اجينست ريد ريفلكس، عارف تلاقي بريترو اليومينيشن كده يبدا يبان لك فعلا، اه تصدق في خطوط شكلها كده مش طبيعي، دي شكلها ديستروفي، فتعرف ان عندها يعني حاجه ليها علاقه بالديستروفي مش حاجه لوكالايزد. يعني بيقول لك the presence of dystrophic changes in the epithelium of the unaffected eye، يعني السليمة فيها برضه ديستروفيك تشينجز، تفكر على طول ان ده برايمري كوزز. طيب نشوف كده الصورة دي اهو، شايفين دي صورة من الامريكان اكاديمي، ده عيان اهو شايفين عنده هنا اهوت الماب دوت كده، تحس ان كان في هنا ديستروفيك شكلها غريب شوية، شايف المنظر عامل ازاي اهو، ماب دوت وفي فينجر برينتس كلهم شبه بعض، كلهم قريبين من بعض يعني خلاص. ده كده شايف ده كده لما تاخد الصوره اهو، شايفين بالريد ريفلكس برضه تلاقي الريد ريفلكس مش واضح في الحته دي، تلاقي في حته كده ملخبطه فيه، فتعرف ان يبقى احنا بالنسبه لنا ما ننساش نوسع العيان، العيان ده ممكن يتوسع عشان اشوف الكونيا بالريترو اليمينيشن ممكن يوضح لك حاجات ما كانتش باينه، زي ما اتفقنا مع بعض البرايمري تايبس هيبقى بايلاترال سيمتريكال مالتيبل لوكيشن اوف كورنيال ايروجنز. ورك اب اظن سهل، اخد هيستوري اعرف اللي عندي اول اتاك مش اول اتاك، عمل عمليات قبل كده في فاميلي هيستوري عندهم كورنيال ديستروفي ولا لا، هفحص العين العيان اشوف هل هو برايمري كوز ولا سكندري كوز، هياخد فلوريسين ولا مش هياخد فلوريسين، في الاخر كده ادور على السبب كويس. هعالج ازاي بسرعه كده؟
العيان بيجي لك في الاتاك بيصوت عايز علاج، فبالتالي هعالج الاكيوت اتاك. بس ضروري ضروري بفهم العيان اللي بيحصل لك ده ممكن يحصل له ريكارنس، بالتالي لازم اعالج العيان حاجات بروفلاكسز عشان ما يحصلوش ريكارنس. خلاص، وامشيها بالتدريج كده عشان بستعملهم حاجات بالتدريج بحيث انه ما يحصلوش الموضوع ده ريكارنس مره تانية. يبقى لازم افهم العيان القصه دي كويس قوي. يبقى تاني كده، جاي لك العيان ده في اكيوت اتاك، هعمل له ايه في الاكيوت اتاك؟ ببساطه انت عندك ايروجن منطقي، انا في الايروجن انا عايز ايه؟ لو سمحت العيان ده عنده ايروجن، فبالتالي انت عايز تستعمل انتي بيوتيك تو جارد اجينست سكندري بكتيريال انفكشن عشان ما يحصلوش سكندري بكتيريال انفكشن. حاضر. او الحاجه التانيه، العيان ده عنده وجع، هتعالج الوجع ازاي؟ الوجع بحاجتين، بديله سايكروبليجيك احيانا نستعملها، واحيانا لو حاجه بسيطه ممكن ما استعملوش، ولو وجع شديد ممكن اضطر اعمله اورال انالجيزكس. يبقى ده الحاجه التالته. الحاجه التالته عشان ازود الهيلينج بتاعنا، بستعمل حاجه من الاثنين، الاسهل والاشهر ان احنا بندي العيان ده لوبريكانت بريزرفيتيف فري، فبالتالي يبدا يحصل له هيلينج اسرع شويه. يبقى انت علاجك اهو يقول لك لو سمحت ممكن تديله مرهم كمان، حلو قوي في اللوبريكيشن والحاجات دي، مرهم انتي بايوتيك سايكولوجيك ولوبريكانت. خلاص، ويا ريت تكون بريزرفيتيف فري. في حاجه برضه بتزود الهيلينج هنتكلم عنها بعد شويه، اللي هو الصوديوم كلورايد NaCl 5%. ده اللي احنا بنستعمله في حالات الكورنيا القديمه. تصدق ما انت لسه قايلنا من شويه ان عنده كان عنده حاجه اسمها هايبوتونستي، فالمكان ده اتملى ميه، الابيثيليوم اتملى ميه، فعشان كده بتدي له NaCl عشان يشفط الميه دي، فبالتالي الخلايا تمسك جامد. اولا انت فضيتها من الميه، تاني حاجه ان الاريتيشن ده، عارف انت لما تجنن حد كده هيلدق بسرعه، يعني الاريتيشن ده نفسه ممكن يبقى اندكشن ان يحصل ابيثيليال اتاتشمنت كويس. بده اول معلومه. بيقول لك معلومه صغيره بس، ان لو ده لارج ديفكت ممكن احط باندج كونتاكت لينز. احط، هي مش هتساعد في الهيلينج قوي، لكن هي اكتر عشان تقلل البين. ولو سمحت لو هتحط كونتاكت لينز بلاش مره، حط انتيبيوتيك دروبس. بده المعلومه التانية. المعلومه الثالثه، الباتشنج ناس، يعني انا كاتب كده بس ان هو كونتروفيرسي، في ناس كتب الاقي كاتب باتشنج، كتب تانية يقول لك بلاش باتشنج، بس انا بصراحه مع وجهه نظر ان بلاش باتشنج خالص. انا ما بعملش باتشنج لاي مريض تقريبا. خلاص، بتقول لك may impair healing خلاص and don't improve comfort. بالتالي انا بصراحه ما عندناش بنستعملها، احنا دايما بنخاف من ان احنا نغطي عين عيان ويكون عنده انفكشن. لو عيان عنده انفكشن وغطيت له عينيه هيحصل فلير اب للانفكشن وبالتالي تبوظ الدنيا خالص، فبالتالي في المعظم ما بنستعملش باندج. الحاجه الثانيه، اوعى تدي العيان ده اناتيتيك دروبس، مش في العياده، لا نقصد ان انت تديها له في ايده، يعني ياخد بينوكس منك ولا حاجه، ده غلط جدا. يعني لو حصل له مشكله، انت فاكرين ان عنده ممكن يحصل له كورنيال ميلتنج، بالتالي يبقى المشكله عليك كبيره جدا جدا جدا. خلاص، العيان خلي بالك برضو المعلومه الثانيه دايما يكتبوها كده، خلي بالك العيان ده بيسرقها من العياده. العيان ده مجرد ما بحط له في عينيه القطره دي كان بيتوجع بقاله ساعتين ثلاثه، حطيت القطره دي بيحس ان انت ساحر، فبالتالي احيانا بيسرقها منك على اخر العياده، بيغفلك وبعدين ياخدها منك او يعرف اسمها ويروح يشتريها من الصيدليه من نفسه. طب افرض احيانا تبص تلاقي الكوريا ماكرو ايروجن كده، وتلاقي المنطقه دي كلها الابيثيليوم، تحس ان هو سلافد وعايم كده، عارف اللي هو كانه كده ايه بالنسبه لك، حته عايمه كده. بيقول لك لو الابيثيليوم لوز اند هيبت وما بيلحمش، فكر في ان انت تعمل له ديبرايزمنت، تحط عندها التتراكين وبعدين يشيل الابيثيليوم. بس دايما انت خلي بالك دي منطقه كبيره، وبالتالي عشان تزود الهيلينج شويه ممكن بعدها تحط عندها كونتاكت لينس بحيث ان انت ايه يلحم بسرعه شويه. طبعا طالما تحط كونتاكت لينس وانت كده شلت الابيثيليوم، طبعا اديله انتيبيوتيك، طبعا يكون الموضوع ده كويس قوي. طيب، ده اللي هو بقى يعني انت عارف بتشيله بايه، عارف الكيو تيبس او ده بيسموها ويكسل كده، لو حد ما بيستعملهاش ولا حاجه، ده الويكسل. خلاص، بننضف بتشيل بيها الابيثيلي بحيث ان انت تبدا يلحم على النظافه بقى. خلاص، طب بعد الاتاك لازم اقول عند، خلي بالك قوي الموضوع ده بيطول، فانت لازم تاخد علاجك بانتظام. في قطره هتستعملها 4 مرات في اليوم ومرهم قبل النوم، ما تنساش قبل النوم ده مهم قوي. ما هي المشكله، تحس ان المشكله دايما ما قبل النوم ده مهم قوي، فعارف اللي هو ايه، لو نسي الصبح تمشي الامور شويه، لكن قبل النوم ده ما ينساهاش، يا اما يحط ارتفيشال تيرز يا اما يحط صوديوم كلورايد. خلاص، 5% ده يفرق معانا. شوف اتليست
من 3 ل 6 شهور، ضروري جدا. يعني خلي بالك ده اللي بيفرق الدكتور من الدكتور التاني. دكتور عالج الريكارنت كورنيال ايروجن كل شويه يجيله العين تاني. خلي بالك ما تنساش، في ناس بصراحه بيستعمل ارتفيشال تير ويجيب معاهم نتائج كويسه جدا، لكن في ناس ما تنساش دايما، ناس ان احنا بننسى ده، الصوديوم كلورايد بيجيب نتائج هايله جدا في بعض الناس برضو. فبالتالي ما انساش، ممكن استعمل الاثنين، خلينا نستعمل الاثنين لو لقيت الموضوع صعب شويه، يعني الارتفيشال تير ما بيساعدوش، خلاص الصوديوم كلورايد قطره العين هيدي لك عليه. معلومه صغيره كده، بيقول لك الهايبرتونيك ايجنت اللي هو زي الصوديوم ان اي سي ال 5% ده بروفايد لوبريكيشن، يعني برضو كمان بيعمل لوبريكيشن خلاص. تاني حاجه ان هو بيعمل اوزموتيك جريدينت، فبالتالي بيسحب الميه من الابيثيليوم، وبالتالي بيزود الادهيرنس اوف ذا ابيثيليال سيلز تو ذا اندرلاينج تيشو. في طبعا ناس بتلاقي الهايبرتونيك، بيقول لك بعض البيشنت بعضهم بس بيلاقيه ان اكسبتد اريتيتنج لانه ملح، يعني انت بتحط ميه بملح في عينك فبالتالي بيريتيت. في بعض الناس لا، بتلاقي الامور ماشيه معاهم كويس، فبالتالي يعني انا بصراحه ما جربتش استعمله من البدايه، انا دايما بخليه رقم 2 بحيث ان انا لوبريكانت الاول وبعدين لما يخف العيان ابدا استعمله، لكن في ناس بتستعملهم من البدايه. طبعا في ناس انا عندي دلوقتي دراينس برضو بيشكل رول في القصه دي، في ناس بتستعمل لوبريكانت، لو لا اللوبريكانت مش جايب معانا نتيجه فبالتالي ممكن يستعمل السايكروسبورين او الاوتوليجاس سيرم عشان يعالج الهيلينج، يعالج الدراينس. في ناس حتى بتستعمل بانكتر بلاج بحيث ان هي تزود الدمع شويه وبالتالي يبدا يحصل هيلينج اسرع شويه. طب لو حاله ريكارنت بقى، يقول لك لو سمحت لو حاله ريكارنت، معلش طولنا بس انا بحب ان احنا الموضوع يبقى يتاخد بالتفصيل بحيث ان انا يهمني قوي اللي بادئ يعني ياخد فرصته في الفهم قدر الاستطاعه طبعا، لان احنا برضو اللي انا بشرحه ده هو موضوع من النص، يعني مش انا حاطط الفرشه بتاعت كلها، بس انا بحاول كل اول محاضره احط الفرشه الاساسيه بتاعتي. فتاني لو انا عندي بقى ريكرنت، ما هو هيتكرر، بيقول لك لو سمحت العيان ده لازم يستعمل توبيكال لوبريكانت الجل والاونتمنت والهايبرتونيك سال اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، نكررهم كام مره كتير. لمده قد ايه فاكرين؟ من 3 ل 6 شهور مستمر ما يقطعهمش، والا ممكن يحصل له الاتاك كام مره. تاني حاجه ان احنا ممكن نديله اورال دوكسي سايكلين وتوبيكال ستيرويد، ده عشان ايه ده؟ فاكرين حاجه اسمها ماتريكس بيتالو بروتينيزس، قلنا الانزيمات اللي بتقعد تكسر الدنيا دي عند العينين دول هي نسبتها عاليه، فبالتالي الادويه دي بتقللها شويه، هنتكلم عنها برضه بالتفصيل. ممكن عيان نستعمل له لونج تيرم اكستندد وير باندج كونتاكت لينس، احط له كونتاكت لينس بس من النوع اللي بتطول تقعد شهر في عينه مثلا، بحيث ان هي برضه يلحق عينه او الابتريم يلحق شويه ويخف. اخر حاجه بنلجأ للجراحات اللي هو بقى السمبل ديبرايدمنت او انتيرو سترومال بانكشن، نشرحها كمان شويه. يبقى ريكارنت كيسز توبيكال لوبريكانت سواء اوينتمنت او جيل او قطرات لمده 6 شهور. تاني حاجه لو دوز اوف اورال دوكسي سايكلين، قلنا ده ماتريكس ميتالو بروتينيز انهيبيتور 50 مللي جرام مرتين في اليوم، زائد او ناقص شورت تيرم اوف توبيكال ستيرويد، حاجه بس زي الفلوروميثينولون كده استعملها برضه، شايفين شهر مثلا، شهر 3 اسابيع. يبقى ضروري القصص دي تبقى مهمه جدا في بالي، يعني ما بقاش كل علاجي حاجه واحده، جاي لي العيان كل مره بعالجه بالاكيوت اتاك، لا حضرتك انا هدفي المرحله اللي بعدها ان انا اعمله بريفنشن يحصل القصه دي. معلومه صغيره ان الاورال دوكسي سايكلين ممنوع في الاطفال، ممنوع في الحوامل، ممنوع في الهيباتيك ورينال امبيرمنت. الخطوه الثانيه ممكن استعمل اكستندد وير سوفت كونتاكت لينس من 3 ل 6 شهور. اسيب كونتاكت لينس من 3 ل 6 شهور؟ اكيد لا طبعا، كل شويه هغيرها. يقول لك اول حاجه لو سمحت حاول تخلي الماده بتاعتها سيليكون هيدروجيل او هاي ووتر كونتنت، يعني حاجه تكون ممكن تعبي ميه. الحاجه الثانيه معاها توبيكال انتيبيوتكس كل فتره اغير العدسه خلاص، بس لو العيان كوبرتيف، عشان انا هقول له تحذير لو حصل كذا 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 لازم تجي لي فورا، لقيت نقطه بيضاء موجوده في الكورنيا تجي لي فورا، لقيت الوجع زاد تجي لي فورا، لقيت احمرار شديد تجي لي فورا، لاني خايف يكون يحصل له انفكشن. طب الحاجه الثانيه اللي بقى ممكن يحصل، العيان كل ده ما جابش معايا نتيجه، ده بقى عيان رخم جدا، فبالتالي بضطر ان انا اعمل حاجه انترفينشن. ايه الحاجه اللي ممكن نعملها انترفينشن؟ يقول لك بص ببساطه خالص، بيجيب سريه انسولين اللي هو 25 جيج نيدل خلاص، ببدا اعمل بيها ايه؟ اعمله حاجه اسمها مايكرو بانكشر انتيريور سترومال باين المكان انتيريور سترومال، يعني انا بخترق الابيثيليوم بخترق البومن واوصل لغايه اول الاستروما كده خلاص. هدفي ايه؟ ان انت حضرتك لما تعمل كده كام خدش كام، عارف انت تنقر المكان ده كده، بالتالي المكان ده هيحصل له هيلينج باي فايبروز، فبالتالي اتوقع البيزنت برين كومبلكس هيلزق
بقوة شوية، بس ده محتاج شرط. أولا إن يكون المكان اللي بيحصل له recurrent corneal erosion تتوقعه في نص البيوبل، ولا يعني out of the visual axis يعني هنا في النص، ولا out؟ لا بصراحة لازم يكون out of visual axis. ليه؟ لأن المكان اللي أنت منقره ده هيلحم بفايبروز، هيلحم بسكارينج. أه صحيح نقط صغيرة، بس لو هي في الفيجوال اكسس هيبتدي هتأثر على العين، يبقى دي أول ملحوظة، لازم يكون outside the visual axis. تاني حاجة، مكان كبير ولا صغير؟ أكيد مكان صغير، لو مكان كبير مش عارف أعمل له كل ده. الحاجة التالتة، لازم يكون cooperative patient. الموضوع ده أنت بتعمله على السيت لامب، بالتالي لازم يكون العيان cooperative. شايف العيان ده قاعد فاتح عينه عارف اللي هو، لكن عيان اللي هو كل شويه عمال يقفل عينه ده، انت ممكن تعمل برفريشن الكورني. يقول لك سواء انت هتعمله وانت بعد ما تشيل الابيثيليوم او قبل ما تشيل الابيثيليوم مفيش مشكله، يعني with or without انت كتب الابيثيليوم مفيش مشكله خلاص. يقول لك ان انت بتنقط كده المسافه ما بين كل نقطه واللي بعدها، يعني كده ايه، اقل من ملي. برضه حاجه تانية ممكن نعمل بيها اللي هي جليزر، ممكن نعملها نظبطه على كده نص ولا ربع ولا حاجه، ونبدا نعمل برضه بانكشر حاجات صغيره كده، بالتالي الموضوع ده يبقى كويس جدا خلاص. وده بالنسبة لنا لازم يكون small خلاص، ولازم يكون out of visual access عشان هيسيب scarring. لو كان في النص بلاش، لو حتة كبيرة بلاش. امال هعمله ايه ساعتها؟ عامل التالي. بس بيقول لك شايفين، واخدت بالكم بس من اللقطة اللي فاتت ولا ما خدتش بالكم منها؟ احنا بنعمله under cobalt blue filter. شايفين يا ترى ليه بعمله under cobalt blue filter؟ عشان اشوف كويس، شايف المنظر، هعرف ان انا نقرت المكان ده، نقرت المكان ده. خلي بالك بعد شويه ممكن ما تبقاش واخد بالك هو انت فين الاماكن اللي انت عملتها، لكن لما تعمل كوبالت بلو فلتر كده تكون مثلا حاطط شويه فلوريسين قبلها بشويه، فبالتالي ممكن تبدا تبان لك الاماكن اللي انت ايه حطيت فيها المكان ده خلاص، او حطيت فيها البنكشر كويسه. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اعمل حاجه اسمها ابيثيليال ديبرايمنت، سواء كان يدوي او سواء كان دايموند تبر اللي هي دي حاجه عامل زي استنفره صغيره كده خلاص، او زي الاكزمار ليزر بي تي كي اللي هو يعني فكره البي ار كي بالظبط، ان احنا بنشيل الابيثيليوم، او الناس بيعملوا حاجه اسمها ترانس يعني من غير ما اشيل الابيثيليوم خلاص، بس هي اسمها فوتو ثيرابيوتيك كيراتيكتومي. ان انا هدفي ان انا ابدا انزل ليزر على الكورني، فبتشيل اللير الاولانيه دي، بالتالي ان شاء الله لما الاثنين يلحم ان شاء الله يلحم كويس، معظم الحالات تبقى كويسه جدا خلاص. يا سلام بقى لو اصلا العين ده كان عنده حبة سكارنج هنا، ما خلي بالك ريكارد كورني ايروجن معناها المرة في مرة في مرة ممكن يتأثر البوم برين، فبالتالي يحصل له سوبرفيشال سكارنج، فبالتالي يبقى انت عملت له حاجتين مع بعض، انت شلت له السكار وفي نفس الوقت خليته الهيلينج يبقى اسرع، بالتالي ممكن يدقي لك جامد جدا. بس لازم تبقى واخد بالك ان انت كده بتعمل ابليشن في الكورنيا، بتقلل التكنس، بتقلل الكيرفيتشر بتاع الكورنيا، بالتالي انت بتعمل عنده هايبروبيك شيفت خلاص. لو العيان ده كان اصلا مايوبيك خلاص حلو قوي، لما اعمله هايبروبيك شيفت ممكن يتحسن. وبعض الناس لا، لو هو اصلا هايبروبيك ممكن تزيد الهايبروبيا، بس انت اللي بتوازن بقى هل محتاجه ولا مش محتاجه خلاص. ده بالنسبه لنا موضوع ريكارنت كورين ايروجن، بتابع العيان لما بيجينا بالاكوت اتاك كل يوم يومين كده، اتاكد لغايه ان هو خف، كل فتره اشوفه عشان ااكد عليه. ااكد عليه ايه حضرتك؟ از امبورتنت تو ادوكيت ذا بيشنت، ده دورك، ده دورك مش دور اي حد تاني. العيان ده ممكن يكون لف عن 10 دكاتره ومحدش قال له بس المعلومه، يعني مش هم اللي دكاتره وحشين، كلهم مشخصينه ان العيان ده عنده ريكارن كورنيال ايروجن، بس محدش فهمه مشكلته. حضرتك انت عارف لو قعدت مع العيان شرحت له لمده 10 ثواني، حضرتك انت عينك بالليل بتنشف، فالجفن بيلزق في الخلايا بتاع القرنيه، فلما بتفتح عينك كان حضرتك مفيش زيت كده، بالتالي الخلايا بتتقشط كده. بيقول لك اه صح، طب اعمل ايه؟ حضرتك القطره بتاع بالليل مهمه جدا، حط جل بالليل كويس قوي، قطرات الصبح تبقى في جدا بالنسبه لك قوي، استعملها 3 6 شهور عشان ان شاء الله الاتاك دي ما تحصلش تاني. العيان اقتنع بفكره الزيت دي خلاص، اللوبريكيشن ده فهم ان ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. اشكركم، تعالوا نراجع مع بعض تاني. بس ان العيان عنده ريكارنت كورنيال ايروجن اتاك ستي كذا مره، عندنا الفكره كلها ان البيزمنت ممبرين مع الابيثيليوم مش كويسين مع بعض، الهيميديسموسومز بايظه، وبيطلع حاجه اسمها ميتالوبروتينيسيس. فقلنا العيان ده بيجي له اتاكس، يصحى الصبح على الم، ممكن يجي لك العيان في العياده عنده ايروجن او تكون خفت. الحاجه الثانيه، العيان ده عالجه ازاي؟ عالج الاتاك، وجع اديله سايكولوجيك انتيبيوتيك لوبريكان ان اي سي ال، الاتاك بعد عشان ما تحصلش اكمل بالقطرات دي فتره طويله، احيانا ندي شورت
كورس كده مثلا 3 أسابيع من الستيرويد الخفيف والأورال دوكسيسايكلين. لو اضطرينا نبدأ نعمل مايكرو بانكشر لو حاجة في الطرف، لو حاجة في النص عامل البي تي كيو. أشكركم جزيلا ومعذرة الإطالة، توفيق إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.